Uno nomás más. من يقف وراء جعل الجزائر وكبريات المدن غارقة في الازدحام؟ سي بون لي باراج الترقى المكسرين الترقى ماشي مخدومين لومبوتياج بارتو. هل أصبحت الجزائر سوقا للسيارات بمختلف العلامات التجارية؟ عندما تستورد من 400,000 500,000 سيارة تصبح أكبر سوق في البحر المتوسط. الجزائر تستورد ب 7 ملايير دولار سنوي. 7 ملايير دولار سنوي. من يقف وراء ذلك؟ ولمن توجه أصابع الاتهام؟ هل وقفت الحكومة عاجزة على حل مشاكل قطاع النقل في الجزائر؟ أنت اللي مسؤول عليه، أنت اللي عندك السلطة العمومية، أنت اللي كلفك الشعب. قطاع النقل وفوضى استيراد السيارات في الجزائر، حقائق تكشف لأول مرة في تحقيق مثير يأتيكم على قناة الوطن الجزائرية قريباً.